السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أدرار فيزيك. في الفيديو هذا غادي نتعرفوا على الجزء الثاني لدرس موفمون ايغوبو لسنة ثالثة إعدادي المسلك الدولي. اللي مازال ما طاش على الجزء الأول غنخلي لكم الرابط ديالو في أسفل ديال الفيديو، هو أيضا الرابط ديال سلسلة التمارين، غتلقاوها في صندوق ديال الوصف وأيضا في التعليق الأول. اذا في هذا الجزء هذا غادي نتعرفوا على لي تيب دو موفمون. الترجمه ديالها اللغه العربيه هي انواع الحركه. لي تيب كنقصد بها الانواع، ثم موفمون هي الحركه، انواع الحركه. الو بالنسبه للنوع الاول هو موفمون دو ترانسلاسيون. موفمون دو ترانسلاسيون بمعنى حركه الازاحه. اذا باش نحددوا واش الحركه ديال واحد الجسم واش هي حركه ازاحه ولا لا، يعني واش موفمون دو ترانسلاسيون، اولا غنديرو التذكير بلي فيكتور في السنه الماضيه في الرياضيات في السنه الثانيه اعدادي شفتو لي فيكتور متجهات، وهنا عندنا لو فيكتور ا بي، وشفتو لي كاركتيرستيك دان فيكتور، مميزات متجهه. الوغ لي كاركتيرستيك شفتو خمسه، اللي هي لوريجين هي لو بوان ا يعني الاصل، ليكستريميتي اللي هي الطرف لو بوان بي، وشفتو هاد لوريجين وليكستريميتي ما كيهمولوش دابا حنا هنا في هاد الدرس، وشفتو كذلك لا ديريكسيون. لا ديريكسيون بالعربيه كيعني الاتجاه، وهنا بالنسبه للديريكسيون خصكم تعقلوا بانه دائما كيكون اون دغوات، كيكون مستقيم. الاتجاه دائما كيكون اون دغوات، عباره عن مستقيم. فحال مثلا لا ديريكسيون ديال لو فيكتور ا بي هنا هو لا دغوات ا بي، هو مستقيم ا بي. الوغ بالنسبه للديريكسيون بصفه عامه بالنسبه لكم نتوما كاين ثلاثه ديال الحالات. الحاله الاولى هي هكا، ملي كيكون الاتجاه على هذا الشكل، هذا كيتسمى فيرتيكال، دونك لا دغوات فيرتيكال يعني المستقيم الرأسي. واحد مجموعة منكم كيسميوه عمودي وهذاك خطأ، إذن هذا رأسي فيرتيكال. الحالة الثانية إلا كان على هذا الشكل، يعني في حالة هذا أب بي، هذا كيتسمى أوريزونتال بمعنى أفقي. أوريزونتال، أوريزونتال يعني أفقي، فوالا. ثم اخر حاجه الحاله الثانيه هي اللي كان الحاله الثالثه عفوا اللي كان على هذا الشكل، هذا مائل. مائل الترجمه ديال اللغه الفرنسيه هي انكليني او بيان، انكليني او بيان اوبليك. اذا هذا مائل. اذا هادو هما ثلاثه ديال الحالات اللي كان في لا ديريكسيون. اذا غتعقل بان لا ديريكسيون راه سيتي اون دروات مستقيم، ممكن يكون فيرتيكال يعني بحال الحاله الاولى هذا، او لا اوريزونتال على هذا الشكل، او لا انكليني يعني مائل. ثم لا ثروزيام لا كاتريام كاركتيرستيك باردون هي لو سونس. لو سونس الترجمه ديال اللغه العربيه المنحى، وهنا لو سونس غتعقلوا بانه دائما كيكون دو فير، من الى. مثلا دو ا فير بي سيتادير دو دو كوش فير لا دروات يعني من اليسار لليمين، او مثلا دو فير لو با يعني من الاعلى الى الاسفل الى غير ذلك. اذا لو سونس دائما كيكون من الى. ثم لا سانكيام كاركتيرستيك هي لا لونغور. لا لونغور بمعنى الطول، وهنا بالنسبه للطول راه كيتعبر بالمسطره، يعني كتعبر الطول ديال الاب. اذا باش نحددوا هاد لو موفمون دو ترانسلاسيون كيخصنا بالضروره نعرفوا هاد لي كاركتيرستيك بثلاثه، لا ديريكسيون، لو سونس، لا لونغور. الو غادي نشوفوا مجموعه من الحالات ونشوفوا كيفاش ممكن نعرفوا واش ترانسلاسيون او لا لا. اذا غناخذوا الحاله الاولى، غناخذوا هاد لو موفمون دون فواتير، الحركه ديال واحد السياره فوق طريق مستقيمي. الو باش نحددوا لو تيب دو موفمون ديال هاد لا فواتور، القاعده اللي كنطبقوا دائما هي اننا كنختاروا دو بوان، كنختاروا جوج ديال النقاط، كنختاروا مثلا لو بوان ا اي لو بوان بي، ثم من بعد كنمثلوا لي فيكتور ا بي المتجهه ا بي، اولا كنخليو غير هاد القطعه هادي. دونك غنبداو بالحاله الاولى، غنبداو بلا ديريكسيون، الاتجاه. الوغ لا ديريكسيون هنا فيرتيكال راسي، في الحاله الثانيه كذلك لا ديريكسيون فيرتيكال، ثم في الحاله الثالثه فيرتيكال. دونك اون اوبسيرف كو لا ديريكسيون نو شونج با، اذا نلاحظ بان الاتجاه لا يتغير. بالنسبه للصوص غتلاحظوا بان ا دائما كاينه في الاعلى و بي كاينه في الاسفل، يعني ان لو سونس دو فيغ لو با يعني من الاعلى الى الاسفل في هذه الحالات بثلاثه، وبالتالي لو سونس نو شونج با. ثم بالنسبه لا لونغور ا بي، طول ديال هذه القطعه ا بي او المتجه ا بي ما يتبدلش، ما يمكنش يتبدل. الوغ باش يتبدل هذا الطول ديال ابي كاين جوج ديال الحالات، اما خصنا نبددوا هذه السياره هذه يعني نطولوها يعني الارتفاع ديالها يتزاد، او مثلا خصنا نقلصوها عاد باش يتغير الطول ديال هذا ابي. اذا كذلك لونغور ما كيتغيرش. دونك اون اوبسيرف كو لا ديريكسيون
لو سونس اي لا لونغور دو ابي نو شونج با وبالتالي كنقولوا بان لو موفمون دو لا فواتور سي تي موفمون دو ترانسلاسيون كنقولوا بان حركه هذه السياره فهي حركه ازاحه من بعد كنشوفوا لا تراجيكتوار ديال لو بوان ا شوفوا المسار ديال ا كيفاش داير ثم المسار ديال بي دونك عندنا لا تراجيكتوار ريكتيلين اذا هذه كتسمى موفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين حركه ازاحه مستقيميه الو دابا نشوفوا الحاله الثانيه الو بالنسبه للحاله الثانيه عندنا غون غو مدوره الالعاب باللغه العربيه دونك هذه المدوره ديال الالعاب بغينا نحددوا النوع ديال الحركه ديالها لو تيب دو موفمون الو باش نحددوا لو تيب دو موفمون خدينا دو بوين غناخذوا هنا واحد لو بوين اون بلو غنعتبروا مثلا لو بوين ا وعندنا لو بوين اون روج اللي غنعتبروا مثلا لو بوين بي ثم غنمثلوا لا تراجيكتوار ديال لو بوين اون روج يعني لو بوين بي و لو بوين دونك باش نحددوا لي تيب دو موفمون ديال هاد غون رو قلنا خصنا نمثلوا هاد لو فيكتوار ا بي في جوج ديال الحالات ولا ثلاثه ديال الحالات ونشوفوا واش كيتغيروا هادوك لي كاركتيرستيك ديال لو فيكتوار ا بي او لا اذا الا اعتبرنا هاد لو بوين هادي اللي بالزرق هي لو بوين ا ثم هادي اللي بالاحمر هي لو بوين بي وغادي نمثلوا لو فيكتوار ا بي الوغ كذلك هنا غادي تتفقوا معايا بانه غتكون عندنا لو بوين ا وهنا غتكون عندنا لو بوين بي وغنمثلوا لو فيكتوار ا بي كذلك ثم كذلك مثلا هنا نفس الشيء اذا عندنا ا ثم هنا بي لو بوين ا بي دونك اولا غنبداو بالحاله الاولى لا ديريكسيون الا لاحظتوا هنا بالنسبه لا ديريكسيون اوريزونتال الاتجاه افقي كذلك في الحاله الثانيه اوريزونتال كذلك هنا اوريزونتال دونك اون اوبزيرف كو لا ديريكسيون نو شونج با ثم لو سونس غتلاحظوا بان ا دائما كاين ا دروات كاين على اليمين او بي كاين ا غوش يعني ان لو سونس دو لا دروات فير لا غوش من يمين ليسار ثم بالنسبه لا لونغور ديال ا بي كذلك ما كيتبدلش نو شونج با الوغ بويسكو لا ديريكسيون Le sens et la longueur de AB ne changent pas, donc on dit que le mouvement de grand rho, c'est un mouvement de translation. Harakat izaha. Idem, نقول بأن الحركة ديال هاد العربة هادي فهي حركة إزاحة, mouvement de translation. باش نعرفوا اش من translation بالضبط, شوفوا la trajectoire ديال le point A, هاد النقطة اللي بالزرق. هذا trajectoire circulaire, مسار دائري. La trajectoire ديال le point B, حتى هو circulaire, مسار دائري. وبالتالي هذه كتسمى موفمون دو ترانسلاسيون موفمون دو ترانسلاسيون سيركولير حركه ازاحه دائريه سيركولير موفمون دو ترانسلاسيون سيركولير اذا هذه الحاله الثانيه الان غنمروا الحاله ثلاثه بالنسبه للحاله الثالثه عندنا لا تيليفيريك بالعربيه كتسمى عربات نقل المتزلجين دونك باش نحددوا لي تيب دو موفمون ديال هذه العربه غنختاروا دو بوين كما كتلاحظوا هنا عندنا لو بوين اون روج غنعتبروها مثلا لو بوين ا وعندنا واحد لو بوين اون فير اللي غنعتبروها مثلا لو بوين بي ثم غادي نمثلوا لو فيكتور ا بي في ثلاثه ديال الحالات مختلفه وغنشوفوا واش غادي تحافظ غتحافظ على لي ميم كاركتيرستيك او لا لا اذا باش نمثلوا لو فيكتور ا بي غنعتبر مثلا هاد لو بوين اون روج هي لو بوين ا وهذه اللي اون فير هي لو بوين بي ثم غنمثلوا لو فيكتور ا بي كذلك هنا ا وهنا بي وغنمثلوا لو فيكتور ا بي كذلك نفس الشيء هنا في هذه الحاله هذه دونك ا بي ثم غنشوفوا هاد لي كاركتيرستيك بثلاثه واش كيتبدلوا ولا لا دونك الا لاحظتوا بالنسبه لا ديريكسيون غتفقوا معايا على انه مائل انكليني ou bien oblique في الحاله الثانيه كذلك انكليني ثم في الحاله الثالثه نفس الشيء ثم بالنسبه للسونس غتلاحظوا بان ا دائما كاينه اون لو كاينه في الاعلى او بي اون با في الاسفل اذا لو سونس دو فير لو با او بيان دو ا فير لو بي المنحه من ا الى بي ثم بالنسبه لا لونغور ديال ا بي كذلك نو شونج با دونك اون اوبزيرف كو لا ديريكسيون اي لو سونس اي لا لونغور دو ا بي نو شونج با بما ان هذا الاتجاه والمنحه والطول ما كيتبدلش وبالتالي اون بارل دو موفمون دو translation حركه الازاحه ثم نشوفوا لا تراجيكتوار ديال لو بوين ا شوفوا المسار ديال هذا لو بوين ا هذا كورفيلين منحني كذلك لا تراجيكتوار ديال لو بوين بي كورفيلين وبالتالي هذه كتسمى موفمون دو ترانسلاسيون كورفيلين حركه ازاحه منحنيه اذا هادو هما ثلاثه ديال الحالات اللي كاينين في حركه الازاحه دونك انتربريتاسيون في هاد الحالات بثلاثه اللي شفنا دونك اون اوبزيرف كو لا لونغور لا ديريكسيون اي لو سونس دي فيكتور ا بي نو شونج با دونك لاحظنا بان الطول والاتجاه والمنحى ديال المتجه ا بي ما كيتغيرش اون دي كو لوبجي اي اون موفمون دو ترانسلاسيون دونك الا كانوا هاد لي كاركتيرستيك بثلاثه ما كيتبدلوش كنقولوا بان حركه الجسم فهي حركه ازاحه موفمون دو ترانسلاسيون الوغ هنا ملي كنشرح قلت لكم باننا كنديو على لونغور لا ديريكسيون لو سونس في الواقع حنا كنديو غير على لا ديريكسيون كنشوفوا غير الاتجاه الا لا ديريكسيون ما تبدلش اذا كنقولوا موفمون دو ترانسلاسيون الا تغير لا ديريكسيون دونك سي با موفمون دو ترانسلاسيون الوغ كونكليزيون ان سوليد اي اون موفمون دو ترانسلاسيون اذا واحد الجسم كيكون في حركه ازاحه موفمون دو ترانسلاسيون يعني حركه ازاحه
Si tout segment reliant deux points de ce solide se déplace en conservant sa direction. Et dans un jism qui est en charakat izaha, il est qu'un jamais le qita, le segment bimana qita, reliant deux points, yani jamais le qita, le kijma ou ma bin juge noukat, de ce solide se déplace en conservant sa direction, yani qui est taqlo, qui a hafdou à l'énus l'itija, qui m'a l'ahna gbila. Donc il reste parallèle à lui-même, au cours des mouvements. Qui m'a l'ahna m'nisba la voiture, le kant kat halak waq la trajectoire li wa ريكتيلين كانت عندنا ا الفوق و ب هنا في الاسفل دونك مثلنا لو فيكتور ا بي ثم في الحاله الثانيه كذلك عندنا ا بي ثم في الحاله الثالثه كذلك نفس الشيء الوغ هنا لاحظتوا بالنسبه لهاد لو سيغمون ا بي و بيان لو فيكتور ا بي كتحافظ على نفس لا ديريكسيون و الا لاحظتوا بالنسبه لهاد ا بي فهي ايل سون باراليل متوازيين اذا غيس باراليل يعني تبقى متوازيه دونك الا بقاو متوازيين يعني لا ديريكسيون ما كيتبدلش وبالتالي كنقولوا راه موفمون دو ترانسلاسيون يعني خصهم يبقاو متوازيين خلال الحركه Alors, بالنسبة لهذا الموفمون دو ترانسلاسيون, il dépend de la trajectoire. موفمون دو ترانسلاسيون, حركة إزاحة, عندها علاقة بالمسار. ممكن تكون ريكتيلين, حركة إزاحة مستقيمية, فحال واحد السيارة كتحرك في طريق مستقيمي, أو لا كورفيلين, منحنية, بحال مثلا ديك العربة ديال النقل المتزلجين اللي شفنا قبيلة, أو لا سيركولير, يعني دائرية, حركة إزاحة دائرية, فحال ديك المدورة ديال الألعاب. ثم كذلك واحد لا رمارك اللي خصكم تعرفوها تو لي بوين دي سوليد باركور لا ميم ديستانس بوندون لا ميم ديرو دو طون في الحركه ديال الازاحه الا خدينا هنا مثلا واحد لا فوتور وعندنا هنا واحد لو بوين ا وهنا في الامام عندنا واحد لو بوين بي حركنا هاد لا فوتور مثلا بي على سبيل المثال ب 10 متر الوغ هاد لو بوين ا ولو بوين بي دونك حركنا هاد لا فوتور ب 10 متر هنا خصكم تعرفوا بان هاد لو بوين ا غادي تحرك حتى هي ب 10 متر ولو بوين بي حتى هي تحرك ب 10 متر يعني في لو موفمون دو ترانسلاسيون راه جميع النقاط ديال هاد الجسم كيقطعوا نفس المسافه فحال مثلا نتوما ملي كتركبوا في واحد الحافله مثلا في طنجة في اتجاه مثلا ديال الرباط على سبيل المثال كاع دوك الناس اللي في دوك الحافلة غيقطعوا ديك المسافة اللي ما بين طنجة والرباط اللي هي تقريبا 260 كيلومتر إذا في الحركة ديال الإزاحة جميع النقاط ديال الجسم كيقطعوا نفس المسافة إذا هذا النوع الأول ديال الحركة اللي هو موفمون دو ترانسلاسيون وتعقل بأنهم كاين ثلاثة ديال الحالات اللي هي ريكتيلين كورفيلين ثم سيركولير Alors d'abord, on chauffe le type, la deuxième type de mouvement, le mouvement de rotation. Mouvement de rotation, c'est-à-dire harakat ad-dawaran, harakat ad-dawaran. Donc expérience, soyons deux points A et B alignés sur un disque de centre O. Et dans le disque, le corps, le disque, il y a deux points, il y a le point A et le point B. Donc faisons tourner le disque autour de O. غندورو هاد لو ديسك هذا حول او الوغ ملي غندورو هاد لو ديسك حول او في نظركم لا تراجيكتوار ديال لو بوين ا كيفاش غيكون المسار ديال ا والمسار ديال بي الوغ غنشوفو اكسبيريونس وغنرجع اذا هنا عندنا واحد لو ديسك اللي فيكسينا في لو بوين او ثم غندورو هاد الديسك حول هاد لو بوين او دونك غنختارو هنا ثلاثه ديال لي بوين هادي مثلا اللي في الاسفل غنسميوها ا بي سي دونك ملي غيدور هاد لو ديسك لاحظوا لا تراجيكتوار ديال هاد لي بوين بثلاثه كيفاش داير Donc la trajectoire de le point A, c'est l'oulanière, maintenant A, est circulaire, c'est le point A, la trajectoire circulaire, d'airi. Le centre de le cercle, c'est O, le marquez de O. C'est le point B, c'est la trajectoire de la circulaire, ou le centre de la O. Le point C, c'est la trajectoire circulaire, ou le centre de la O. Et donc, il y a un point qui fait le disque, qui a la trajectoire circulaire, ou le centre de la O. او ان ملي غيدير هاد القرص هادي دوره كامله غادي نلاحظوا بان التراجيكتوار ديال لو بوين ا يكون سيركولير ولا التراجيكتوار كذلك ديال لو بوين بي يكون سيركولير لو سونتر ديال هاد لو بوين ا ديال هاد لو سيركل ا هي او ولو سونتر كذلك ديال لو سيركل بي هو او دونك كما لاحظنا قلنا ان اي نقطه خديتيها في هاد لو ديسك غيكون عندها التراجيكتوار سيركولير المسار الدائري والمركز ديالها هو او الوغ هاد او هادي خصكم تعرفوا بانها كتنتمي لواحد لاكس لواحد المستقيم كيتسمى لاكس دو روتاسيون المحور ديال الدوره شنو كتقصدوا بلاكس دو روتاسيون فحال دابا الا خديتي انت واحد القرص ياك هذاك القرص باش تبدا تدورو خديتي واحد البيلكار ولصقتيه في المنتصف ديالو اولا مثلا واحد السيلو بحال كيما كتشوفوا هنا في الصوره مثلا هذا نعتبره بيلكار اولا مثلا السيلو لصقناه في هذا القرص هذا الو هنا عندنا لو بوين او دونك هاد القرص هذا شنو كيدير كيبدا يدور حول هاد المستقيم هذا حول هاد المستقيم هذا هاد المستقيم هذا كيتسمى لاكس دو روتاسيون يعني محور الدوران
محور الدوران. اذا اي بوان خدينا هنا مثلا، الا خدينا هنا لو بوان ا، ملي غيدير هاد لو ديسك يعني دوره كامله غيكون لا تراجيكتوار ديالها سيركولير، و لو سونتر ديال هاد لو سيركل ا هو او. كذلك الا خدينا هنا مثلا لو بوان بي، حتى هي غيكون عندها تراجيكتوار سيركولير و لو سونتر ديالها هو او. و الا لاحظتوا هنا بالنسبه للاو فهي كتنتمي لاكس دو روتاسيون. اذا الا كانوا جميع النقاط ديال الجسم عندهم مسارات دائريه، وهاد الدوائر المراكز ديالها كتنتمي لهاد لاكس دو روتاسيون، فهاد الحاله كنقولوا بان لو موفمون سي تي موفمون دو روتاسيون، حركه دوار. دونك لي بوين اي بي سو ديبلاس اي ديكريف دي تراجيكتوار سيركولير. دونك كما لاحظنا هنا او بي كيتحركوا وكيتشكلوا لنا واحد المسار اللي هو دائري. دونك كونكليزيون، ان سوليد اي او موفمون دو روتاسيون، يعني واحد الجسم كيكون في حركه دوران، سي تو لي بوين دي سوليد ديكريف دي سيركل او دي زارك دو سيركل. اذا باش يكون واحد الجسم في حركه دوران خص جميع النقط ديال هذا الجسم يشكلوا لنا مسارات دائريه يعني دوائر، او لا مثلا ارك دو سيركل، ولا يشكلوا لنا غير نصف دائره. نصف دائره فحال مثلا داك السوي كلاس ديال الطومبيل هذاك اللي كيمسح الزاج، او لا مثلا غير ربع ديال الدائره سيغ اون دوات فيكس ابولي اكس دو روتاسيون. يعني خصهم يبداو يشكلوا دوائر على واحد المستقيم اللي كيتسمى اكس دو روتاسيون. لاكس دو روتاسيون هو اللي خدينا قبيله في داك لو ديسك. الوغ داك لو ديسك قلنا باننا فيكسينا في لو بوان او، الوغ هذا المستقيم هذا هو لاكس دو روتاسيون. دونك الا كانوا هاد الدوائر كاملين المراكز ديالها كينتميو لهاد لاكس دو روتاسيون كنقولوا راه موفمون دو روتاسيون. ثم رمارك لي بوان سيتيو سور لاكس دو روتاسيون سون ايموبيل. وهنا غادي تلاحظوا الا درتي هاد التجربه هادي بان هاد لو بوان ا ولو بوان بي وسي كلهم كيتحركوا، ولكن لو بوان او ما كيتحركش، يعني ان هاد لي بوان اللي كينتميو لهاد لاكس دو روتاسيون راه ما كيتحركوش، ايل سون ايموبيل. دونك هادو هما لي تيب دو موفمون اللي كاينين، كاين موفمون دو ترانسلاسيون اي موفمون دو روتاسيون. دونك باش نوضحوا هاد الفقره اكثر غناخذوا ليكزيرسيس دابليكاسيون تمارين تطبيقي. اذا كما العاده غتوقف هاد الفيديو هذا، غتجاوب على هاد لا كيسيون، غتجاوب على ليكزيرسيس، عاد من بعد تشوف الحل باش هكا تكون استفاده اكثر. دونك اكزيرسيس انديك لو تيب دو موفمون دو شاكان دي زوبجي سويفون. دونك مطلوبنا نحددوا النوع ديال الحركه ديال هاد الاجسام. لو تيب دو موفمون سي تادير واش موفمون دو روتاسيون حركه الدوران، او لا موفمون دو ترانسلاسيون. الا كتبتي موفمون دو ترانسلاسيون خصك تحدد واش واش ترانسلاسيون ريكسيلين مستقيميه ولا سيركولير دائريه او لا كورفيلين. دونك غنبداو بالاكزومبل الاولاني اللي هو لي زيغوي دون مونتر. لي زيغوي دون مونتر يعني حركه عقارب الساعه. مثلا الا خدينا هذا العقرب ديال الساعه بغينا نعرفوا لو تيب دو موفمون. الوغ باش نعرفوا لو تيب دو موفمون اول حاجه غتحددوا ليا لاكس دو روتاسيون. لاكس دو روتاسيون هو او، هذا اللي في الوسط هنا. دونك باش نعرفوا لي تيب دو موفمون غناخذوا مثلا هنا لو بوان ا، وغنختاروا هنا مثلا لو بوان بي. دونك ملي غدوز مثلا الى اعتبرنا هذا ديال الساعات، هذا نعتبره مثلا ديال الساعات، ملي غدوز 12 ساعه شنو غيوقع؟ غيكون هذا دار دوره كامله، وبالتالي التراجيكتوار ديال لو بوان ا غيكون سيركولير دائري، المركز ديالو هو او. ثم لو بوان بي حتى هو غيكون عندها لا تراجيكتوار سيركولير والمركز ديالها هي او. بما ان اي نقطه خديتيها في هذا العقرب غيكون عندها مسار دائري والمركز ديالها كينتمي لاكس دو روتاسيون، اذا هذه موفمون دو روتاسيون، موفمون دو روتاسيون، حركه الازاحه. الا افترضنا مثلا بان هذا العقرب هذا يعني الا داز 3 الساعات مثلا، هذا قلت غنعتبره ديال الساعات، الا دازو 3 ديال الساعات غيكون هنا غيكون كيشير 3. الوغ هنا غتكون عندنا لو بوان ا وهنا غتكون عندنا لو بوان بي. لاحظوا بالنسبه لا ديريكسيون في الحاله الاولى، الاتجاه في الحاله الاولى فيرتيكال، في الحاله الثانيه اوريزونتال. اذا لا ديريكسيون شونج، الاتجاه تبدل. بما ان لا ديريكسيون تغيير، اذا ما يمكنش تكون موفمون دو ترانسلاسيون. الا ما كانش موفمون دو ترانسلاسيون غتكون موفمون دو روتاسيون. اذا خصك تعرف بان اي سوليد او موفمون، اي جسم في حركه، اما غتكون عنده موفمون دو روتاسيون او لا موفمون دو ترانسلاسيون، ما يمكنش يكونوا بجوج وما يمكنش ما تكون حتى وحده. دونك كنتمنى ان هذا ليكزومبل يكون واضح. دابا غنمشيو ليكزومبل الثاني اللي هو ان اسانسور كي ديسون. الاسانسور يعني المصعد، حركه ديال المصعد، سانسور اللي كيكون في العمارات. الوغ الى لاحظتوا هنا بالنسبه لا تراجيكتوار ديال هذا الاسانسور كيتحرك وفق واحد لا تراجيكتوار اللي هو ريكسيلين، مسار مستقيمي. دائما ملي كتلقى مسار مستقيمي مباشره كتكتب موفمون دو ترانسلاسيون، موفمون دو ترانسلاسيون ريكسيلين، حركه ازاحه مستقيميه. علاش كتكتب ترانسلاسيون؟ لان ملي كيكون لا تراجيكتوار ريكسيلين ولا كورفيلين،
ما يمكنش تكون روتاسيون، باش تكون روتاسيون خص يكون لا تراجيكتوار سيركولير. اذا وقتاش كيكون الاشكال؟ الا كان المسار دائري، ديك الساعه كيكونوا جوج ديال الاحتمالات، ممكن تكون روتاسيون ولا ممكن تكون ترانسلاسيون سيركولير. الوغ بما ان لا تراجيكتوار هنا المسار ريكتيلين، اذا مباشره كتكتب ترانسلاسيون ريكتيلين. الوغ ثروزيام اكزومبل لو بواني دو لا بورت، يعني مقبض الباب كما كتشوفوا هنا. دونك بالنسبه لهاد مقبض الباب، الا قلت لكم تحددوا لي لاكس دو روتاسيون، لاكس دو روتاسيون هو المستقيم هذا. اذا هنا عندنا لو بوان او، باش نعرفوا لو تيب ديال لو موفمون ديال هاد لو بواني غناخذوا هنا مثلا لو بوان ا، وهنا مثلا غنختاروا لو بوان بي. الوغ قبل ما فتحوا هاد ملي ما كنفتحوا، قبل ما فتحوا هاد لو بواني كيكون هكا، كيكون اوريزونتال، اذا كنبدو لو فيكتور ا بي على هاد الشكل. ملي كنفتحوا هاد لو بواني شنو كيوقع؟ كيهبط على هاد الشكل، كيميل شويه لاسفل. الوغ هنا غتكون عندنا لو بوان ا، وهنا غتكون عندنا لو بوان بي، ثم غادي يمثلوا لو فيكتور ا بي. دونك لاحظوا بالنسبه لا ديريكسيون في الحاله الاولى اوريزونتال افقي، في الحاله الثانيه ولا مائل انكليني، يعني انا لا ديريكسيون شونج. بما ان لا ديريكسيون لي شونج دونك ماشي ترانسلاسيون، وبالتالي غتكون موفمون دو روتاسيون. وباش تاكدوا اكثر، شوفوا مثلا لا تراجيكتوار ديال ا، هذا تقريبا نصف دائره، وحنا قلنا راه ماشي بالضروري يكمل دوره كامله، خص يكون غير نصف دوره ولا ربع دوره كاع. ولو بوان لو سونتر ديال هاد الدائره هو او، كذلك لا تراجيكتوار ديال لو بوان بي حتى هو سيركولير ولو سونتر ديالها هو او. اذا هادي موفمون دو روتاسيون. ثم ليكزومبل سويفون، اون فواتور كي رول سور اون روت دروات، يعني واحد السياره كتحرك في طريق مستقيم. قلنا بانه ملي كيكون التراجيكتوار ريكتيلين، اذا مباشره كتكتب موفمون دو ترانسلاسيون، ترانسلاسيون ريكتيلين. اذا دائما الى لقيتي لا تراجيكتوار ريكتيلين لا لا تراجيكتوار كورفيلين، مباشره كتكتب موفمون دو ترانسلاسيون. ثم ليكزومبل سويفون، عندنا موفمون دو لا تير اوتور دي سولي، حركه الارض حول الشمس. الوغ هادي لا تير، باش نعرفوا لي تيب دو موفمون ديال هاد لا تيغ غناخدو مثلا هنا لو بوان ا. اولا غتحددو لي لاكس دو روتاسيون، لاكس دو روتاسيون هنا هي لو سولي، المحور ديال الدوره هي الشمس، الارض كدور حول الشمس. اذا ملي غدير الارض دوره كامله، لا تراجيكتوار ديال لو بوان ا غيكون سيركولير، فين هو المركز ديالو هي لو سولي. مثلا الا خدينا هنا لو بوان بي، كما كتلاحظوا كذلك لا تراجيكتوار ديالها سيركولير، ولو سونتر ديالها هو لو سولي، وبالتالي هادي موفمون دو روتاسيون. علاش؟ لان اي نقطه خديتي هنا غتلقى عندها مسار دائري، والمركز ديالها هو الشمس. اذا هادي روتاسيون، يعني المركز ديالها كينتمي لاكس دو روتاسيون. الوغ ديغنيير اكزومبل، لا روتاسيون دو لا تير اوتور دو سون اكس. الوغ كتعرفوا بان يعني دوران الارض حول نفسها، حول المحور ديالها. كتعرفوا بان الارض عندها لاكس دو روتاسيون، محور الدوران ديالها هو هذا، هذا الخط هذا، هذا وهمي ما كاينش في الواقع، كاين من القطب الشمالي للقطب الجنوبي، تقدر تكون الشوكه الارضيه في الجغرافيا، دونك هذا وهمي. باش نعرفوا واش روتاسيون ولا ترانسلاسيون، غناخذوا مثلا بوان ا هنا. الوغ ملي غدير الارض الدوره كامله حول نفسها، لا تراجيكتوار ديال ا كيفاش غيكون في نظركم؟ غيكون سيركولير، ولو سونتر ديالها غيكون، لو سونتر ديالو غيكون هنا. مثلا الا خديتي هنا لو بوان بي، حتى هي غيكون عندها تراجيكتوار سيركولير، المسار دائري، والمركز ديالها غيكون هنا. اذا كتلاحظوا بان اي نقطه خديتي هنا في الارض غيكون عندها مسار دائري، والمركز ديال ديك الدائره كينتمي لهذا المحور، كينتمي لهذا اللاكس، لاكس دو روتاسيون. اذا هادي موفمون دو روتاسيون. دونك واحد الملاحظه خصكم تعرفوها، في موفمون دو روتاسيون راه ماشي بالضروره يكون عندهم نفس المركز، كيكون عندهم نفس المركز مثلا بالنسبه لو ديسك الا كان عنده هنا او، ولكن راه ماشي دائما خص يكون عندهم نفس المركز. بحال دابا الا شفتوا هنا دوره الارض حول نفسها، راه ما عندهمش نفس المركز، ولكن هاد المراكز كينتميو لاكس دو روتاسيون. الا كانوا كينتميو لاكس دو روتاسيون، اذا هادي موفمون دو روتاسيون. اصلا حنا كنقولوا دوران الارض حول نفسها، يعني حركه دوران، راه مكتوبه هنا روتاسيون. كذلك دوران الارض حول الشمس، يعني موفمون دو روتاسيون. اذا كانت هذه النهايه ديال هذا الدرس، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. السلسله ديال التمارين غنخلي لكم الرابط ديالها في اسفل ديال الفيديو، اللي بغى يزيد يفهم الدرس يحاول يطلع على هذه السلسله. كنتمنى لكم التوفيق، ودمتم في امان الله وحفظه.